ولا لا هذا هو جا واحد مربوح يعاود يصامون وسي هذا ما غادي نقولوا فيه وبارك عليه هذا هو رئيس بلدي من بكري راه ما غاش يبغوا كاع الناس تحبوا ربما الاحياء اللي راك باغي تقول عاودها انا بالنسبه لا الاحياء كاع عاودنا كلشي بارك الله شي حاجه ولا في مدير شهرين مش انا عاود درنا كلشي هذه هي هذا غادي نقولها لكم الحمد لله هذه انا شوف عنينا شي حاجه ولا الاخ الرحمن توصل الحديث ربما مع النواب اذا كان ربما تعقد الموضوع بعد. اشتركنا حركه وطنيه لتوصيل نعم الاخ اليوم احنا رانا في هذا السوق الاسبوعي التابع لبلديه المنزوره يعني قال الخضراء انه هذا السوق يعني كان في حاله كارثيه لكن اليوم تم النهوض به بالرغم من انه فيه النقائص طبعا كيكفي الغلاف المالي لكن نهضوا به. تفضل الرئيس ما شاء الله راه السوق راه تحسن. كانت الطرقات كي تشوف بها كما تشوف هنا كان كل شيء ملوث هنا كان بصح تفضل رئيس البلديه تاعنا هذا حاليا راه ما شاء الله بريد عاود حسن رانا في ظروف احسن ولكن شاو احنا في بلديه تريزوغا براسك راه تسمى في لافرونتيير اللي قلنا احنا تكون معاونه من هي من الفوق راهم يهضروا معنا احنا كحركه وش رانا زفتنا لهم الملفات الواليه ورانا مزفتين للارجي ومازال الان ما بان حتى مشاريع ما عندنا حتى مشاريع احنا ما كانش راه خصنا شويه تحسن في الطرقات خصنا في البيئه شويه راك عارف شبه من الكريم بالنسبه للتجاره نقول بان التجاره يعني في تعليمات الاداريات وقد تقول الاداريات اللي ربما تنظيم السوق التجاري ربما بلديه يليق مع حال التجاره سوق مغطى يليق لاخاطش على ما كانش هنا ما عندناش هنا السوق السوق عندنا غير السوق اللي هنا كما راك تشوف هنا السوق مشبوع بصح ما عندناش حنا كيما نقولوا مارشي باش الناس يجيو يجيو ما كانش ما عندناش هذه اللي تهزم النقطه بعد الفوضى في الشارع منطقه فوضويه تشوه المنطقه العمرانية تشوه المنظر مرة او زوار نطلب المسؤولين يكون مارشي كوفير يحمي الباعة من العوامل الطبيعية ويكون مستوى كله هذاك وتكون فائدة حتى للبلدية لما تكون فوضوية. انا واخذ الجانب الترفيهي